تمكنت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الفداء بدرب السلطان من اعتقال 3 أشخاص. عملية الاعتقال جاءت بعد تلقيها لمعلومات مفادها أن شخصا يقوم بترويج مفرقعات بدرب العفو. وبعد تكثيف البحث والتحريات والترصد، قامت العناصر بتعقب زبون كان برفقة شريك للمروج، وتم تحديد هوية المزود. هذا الأخير كان يستعمل إحدى الغرف بهذا الحي السكني كخزان، وبداخل صناديق من الحجم الكبير تحتوي على أصناف عديدة من الألعاب النارية والشهب الاصطناعية وأخرى راجمة على شكل صواريخ وقنابل صوتية مدوية. مع البحث أعطانا المصدر دياله منين تزود، طبيعة الحال تحت إشراف النيابة العامة والمصالح لرؤساء ديالنا المحليين، قمنا بمداهمة الغرفة في مكان تخزين المفرقعات، فعثرنا على ما يفوق 140 وحدة ديال المفرقعات، عبارة عن 140 ألف وحدة من المفرقعات، عبارة عن صواريخ ديال عاشوراء، شهوب اصطناعية، كذلك مفرقعات لعاب. وتندرج هذه العمليات ضمن الضربات الاستباقية التي تقوم بها العناصر الأمنية، خاصة مع اقتراب مناسبة عاشوراء، من أجل تشديد المراقبة حول حيازة وترويج أو عرض هذه المواد الخطيرة على سلامة وصحة المواطنين.